ممكن تخبرني كيف أن أهل الإحسان لا تغيرهم الدنيا؟ شوف معي هذه الآية: إنا نراك من المحسنين، قيلت ليوسف عليه السلام في فقره، هو مسجون وفي غناه عند إقبال إخوته عليه. إحسان يوسف عليه السلام اعترف به محبوه ومبغضوه. أصحاب الرؤيا وإخوته أهل الإحسان لا تغيرهم الدنيا. إحسانك يقرأه الناس في وجهك، في ملامحك، في شيء يجدونه في قلوبهم تجاهك. ما أسر عبد بسريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. عرف صاحبا يوسف في السجن أنه من المحسنين، وذلك لقوة إخلاصه حتى ظهر ذلك على وجهه وجوارحه. فما اجتهد مجتهد في إخفاء عمله إلا أظهر الله حسن سريرته ولو بانكباب الناس عليه. ويشهد لهذا هذه الآية العظيمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً.